على خلاف التوقعات المتشائمة والمتفائلة أيضا، جاء حكم محكمة العدل الدولية على الإجراءات التسعة المؤقتة التي طالبت بها جنوب أفريقيا لمنع الإبادة الجماعية في غزة. المحكمة لم تقضي بإيقاف إطلاق النار باعتباره المطلب الرئيسي، لكنها استجابت أيضا لمطالب أخرى مهمة كإلزام الاحتلال بإدخال المساعدات وإيقاف القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان قطاع غزة. على أي حال، داخل كواليس هذا الحكم المؤقت كان هناك تفاصيل لافتة للمتابعين، من بينها موقف هذه القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على كل الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، من بينها إجراءين وافق عليهما حتى القاضي الخاص بدولة الاحتلال نفسه، وهذان الإجراءان هما إدخال المساعدة الإنسانية ومعاقبة التحريض العلني على الإبادة. القاضية سيبوتيندي مواليد 1954 عاشت جزءا من طفولتها خلال الاستعمار البريطاني لأوغندا، وتتواجد في محكمة العدل الدولية منذ عام 2021 كأول امرأة إفريقية تصل إلى هذا المنصب. وقد ساهمت خلفيتها هذه في زيادة السخط ضدها، لأن الكثيرين توقعوا منها أن تكون أكثر صرامة في إدانة ممارسة الاستعمار والتمييز العنصري. لماذا؟ باعتبار بلادها ضحية سابقة لهذه الجرائم، ولأن الحركة الصهيونية كانت تعتبر أوغندا أحد الخيارات لإقامة دولة إسرائيل قبل أن يحل البلاء على فلسطين. لكن كيف بررت هذه القاضية موقفها هذا؟ في توضيح لها قالت إنها ترى النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين نزاع سياسي بالأساس، وبالتالي فإنه ليس نزاعا قانونيا قابلا للتسوية. وأيضا تبرر برد آخر وتقول تبرير ردا على خبراء بالقول إن الإبادة الجماعية قضية قانونية بامتياز وليست سياسة على الإطلاق. موقف القاضية جلب عليها سيلا من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، وهنا عينة من التفاعلات المنددة. على منصة إكس إسماعيل خالدي قال: في عالم موازي لو أن المستعمرين الصهاينة ذهبوا إلى أوغندا كما اقترح عليهم هرتزل، فإن القاضي الفلسطيني في المحكمة الدولية كان سيحكم لصالح القضية الأوغندية ضد الإبادة الإسرائيلية. مجرد قول. أما ناصر النعيمي فقد أطلق حكمه على هذه القاضية على هذا النحو، قال: لا تستحق أن تطأ قدمها أرضا إفريقية أو عربية، لقد خان الضحايا المستعمرين عبر التاريخ. أما منى العباس فعلقت على الفيسبوك وقالت: صفت مع إسرائيل أكثر من القاضي الإسرائيلي نفسه، والله لو بيننا وبينك تار يا شيخة. وهنا أسامة عمرو يقول: عديمة إنسانية أو صاحبة مصلحة. عموما دولة أوغندا سارعت للتبرؤ من موقف القاضية باعتبار أن موقفها داعم لإيقاف إطلاق النار، وقالت عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة دنيا إيباري قال بأن قرار القاضية لا يمثل موقف حكومة أوغندا التي تدعم الشعب الفلسطيني وصوتت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن هذا الإعلان قوبل بالتشكيك، وذهب كثيرون إلى أن العلاقة الممتازة بين رئيس أوغندا موسيفيني والاحتلال الإسرائيلي هي الدافع وراء موقف القاضية.